السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم للتسلية. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. خلصنا مع بعض يونت نمبر 1 من كتاب المعاصر، والنهاردة هناخد الأسسمنت بتاعها أو الامتحان أو التست بتاعنا على يونت نمبر 1 من كتاب المعاصر بيج نمبر 48. فيلا بينا نبدأ جريد 6. قبل ما نبدأ بفكركم يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو لأصدقائكم وتعملوا سبسكرايب عندنا للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان لأول ما ننزل مادة زي الاي سي تي أو الساينس أو الماس يوصل لكم الإشعار على تليفوناتكم، لأن اليوتيوب دلوقتي بقي بيعمل الفيديوهات بتاعتكم فور كيدز، وده مش بيخلي كل الفيديوهات توصل ليكم. يلا بينا نبدأ. choose number 1 the GCF of 15 and 30. بعمل ايه؟ بمسك ال 15 اهو. 15 equal 5 times 3. 30 equal 5 times 6. ادي 5 وال 6 عندي هي عبارة عن 3 times 2. خد الكومون. ال GCF هو الحاجة المشتركة، الحاجة الكومون. الكومون عندي هنا ال 5 والكومون عندي هنا ال 3. يبقى ال GCF لل 15 and 3 equal 5 times 3 اللي هي equal 15. ودي أول أنصر عندي. نمبر 2 24 بلس 16. كأني بقول لك هات اعمل الإكسبريشن، هات الإكسبريشن للتو نمبرز دول. همسك على جنب ال 24. ال 24 دي هي عبارة عن كم في كم؟ برافو عليك، هي عبارة عن 4 times 6. ال 4 دي لما أفكها فهي عبارة عن 2 times 2، وال 6 دي عبارة عن 3 times 2. يبقى ال 24 هي عبارة عن 2 times 2 times 2 times 3. طب تمام، امسح دول بقى علشان نقدر نكتب تحتها مين؟ ال 16. ال 16 يا مس انا حافظها، هي 4 times 4، وال 4 يا مس انا ممكن اعمل لها analyze ل 2 times 2 times 2 وفي هنا times 2. تمام، في هنا times 2 ما تنساوش. اجي بقى اكتب الاكسبريشن. ازاي اكتب الاكسبريشن؟ عباره عن اول حاجه اجيب الكومون فاكتور الجي سي اف. ادي جي سي اف وادي جي سي اف وادي جي سي اف. تمام، 2 تايمز 2 تايمز 2 يبقى 8. 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 2 8. تمام، افتح براكتس اكتب بلس وخد المتبقي الريميندر. ايه اللي متبقي عند ال 24؟ ال 3. ايه اللي متبقي عند ال 16؟ ال 2. يبقى الاكسبريشن بتاعي 8 و 3 بلس 2، يبقى ادي الانسر. نمبر 3 840 ديفايدد 35. تمام، يلا بينا نعملها. يلا بينا، كل الحكايه ان انا كتبتها بس بره علشان نعرف نعملها كويس. 840 ديفايدد باي 35. عملت ايه؟ كتبت التيبل بتاع الديفايزر اللي هو 35. 1 تايمز 35 35، 2 تايمز 35 ايكوال 20، 3 تايمز 35 ايكوال 105. تمام؟ تمام. يلا بقى 8 هاخد أول واحد في الديفايدنت، ال 8 ديفايدد 35 قليل جدا، يبقى هاخد ايه؟ ال 84. ال 84 أبحث عنها وأعمل عنها سيرش، موجودة هنا في التيبل اللي أنا جبته، هي موجودة ما بين ال 70 وال 105، يبقى هي موجودة هنا. ال 84 موجودة في الميدل ما بين ال 70 وال 105. أجي أخد ال 2 ولا ال 3؟ لا، أخد ال 2. أكتبها فين؟ هنا. 2 times 35 equal 70. أعمل ماينس، وإحنا دايما قلنا إحنا بنكتب father, mother, sister, brother. Finding النمبر، أنا وجدت النمبر أهو 2. أعمل multiply mother 2 times 35 70. أعمل sister subtract 4 minus 0 4. 8 minus 7 1. أعمل bring down، أنزل اللي عليه الدور اللي هو مين؟ ال 0. يبقى عندي 140. أجيب 4، لسه في 4. أدي 4، 4 times 5 20، 0 carry up to 4 times 3 12 plus 2 يبقى 14. أنا وجدتها أهي ال 4. أكتب 4 هنا، 4 times 35 140. أعمل minus الريميندر عندي مين؟ الريميندر عندي 0. يبقى الكوشنت اللي أنا بدور عليه هو الكوشنت عندي 24. تعالوا بقى نحل كمان دي. أنا عندي
الدنومريتور عندي not are the same، مش same، مش نفس شبه. أب أعمل إيه؟ عندك كذا حاجة، يتستعمل ال LCM، يا الطريقة السهلة إنك أنت تعمل إيه؟ توصل ال 2 دي للفوق. إزاي؟ أعمل لها تايمز مع 2، يبقى أعمل فوق تايمز مع 2، يبقى عندي 3 2 تايمز 1 2 2 تايمز 2 4 بلس 4 و 3 and 4 equal. دايما ابدأ بالفراكشن، خد ال 3 مع ال 2، خد واحدة تحت فوق 3 بلس 2 equal 5 و 5 بلس 3 equal 7. بس مش موجودة، أكيد مش موجودة. ليه بقى مش موجودة؟ علشان أنت عندك ال 5 over 4 ده improper، 5 over 4 ده improper. يعني ايه improper؟ النوميريتور مور ذان الدنوميريتور، ودي حاجة مش متعودين عليها. هنعمل ايه؟ هنحاول نفكها. ال 5 دي هي عبارة عن 4 plus 1 وعندك 4، اوكي؟ ادي 4 divided 4 او 4 by 4 equal كام؟ 1. ال 1 ده هو النمبر، خده مع ال 7. يعني انا ممكن اكتب ال 4 over 4 دي هي عبارة عن 7 plus 1 جه من 4 over 4 واتبقى عندي 1 over 4. 7 plus 1 8، يبقى الإجابة عندي 8 and 4. 8 and 4، يا رب تكون فهمتها. نمبر 5، عايز ال LCM وليس ال GCF ما بين ال 7 وال 14. يلا بينا نحلها. ال 7 هي عبارة عن 7 times 1 وال 14 هي عبارة عن 7 times 2. أخد واحدة من ال 7 وأخد الباقي، لأن ال LCM باخد كل حاجة. 7 times 2 equal 14، يبقى الإجابة عندي كام؟ equal 14. اللي بعدها number 6، هنعمل plus. عندي denominator are the same، يبقى أخذ واحدة، أخذ واحدة 7 في denominator، اعمل plus. يلا 4 plus 3 7، 7 plus 1 8، 8 plus 2 10. ينفع؟ لا مش موجودة أصلا. ليه؟ improper، نوميريتور مرزان الدنوميريتور. اعمل ايه؟ برضو اعمل لها الالايز. التن دي هي عبارة عن 7 بلس 3 ديفايد 7 باي 7 ايكوال 1، ويتبقى عندي 3 اوفر 7، يبقى الاجابة عندي نمبر سي. The opposite Venn diagram represent prime factorization of two numbers then a GCF، هو الحاجة الكومون. اوعى تعمل لهم بلس، لا بعمل لهم ماينس. 2 تايمز 3 2 تايمز 3 ايكوال 6 complete. طبعا عندي denominator are not the same، مش شبه بعض. اعمل ايه؟ اجيب ال LCM او اعمل الفراشة براحتك. احنا هنمشي بطريقة الكتاب. طريقة الكتاب بتقول ان انا اجيب ال LCM ما بين ال 5 وال 4. ال 5 هي عبارة عن 5، ال 4 هي عبارة عن 2 times 2. ال LCM ما فيش اي حاجة متشابهة، يبقى ال LCM ما بين ال 5 وال 4 هو equal 20. هكتب 20 هنا واكتب 20 هنا. ال 5 بقيت 20، عملت لها تايمز مع 4، اطلع فوق اعمل تايمز مع 4، 4 تايمز 3 12. ال 4 بقيت 20، عملت لها تايمز مع 5، اعمل 5 فوق، خد واحدة 20، 5 بلس 20 equals 17، يبقى الإجابة عندي 17 over 20. تقدر تحلها بطريقة تانية؟ تقدر تحلها بطريقة الفراشة. تعالوا نحلها علشان الناس اللي بتستصعب طريقة ال LCM. هتعمل ايه؟ ادي نعمل تايمز ما بين الدنوميريتور، 4 تايمز 5 20، اخد ده اعمله تايمز مع اللي فوق، 4 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 12 بلس اللي في النص، اخد ده اعمله تايمز مع اللي فوق، 5 تايمز 1 ايكوال 5، يبقى الاجابه عندي 17 اوفر 20 اللي كانت ايه؟ اللي كانت خارجه. نمبر 2، 8 بلس 12 ايكوال 4. هقول لك على طريقه سهله. الفور دي انا اخدتها من الايت وخدتها كمان من مين؟ من الاتوال. فانت شوف بقى، هي الايت دي 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 2، والاتوال دي 4 تايمز مين؟ تايمز 3. انت اخدت الفور من الايت اتبقى عندك التو، اخدت الفور من الاتوال يبقى اتبقى عندك مين؟ الاسري. في ناس ممكن تجيبها بالال سي ام، تعمل الجي سي اف سوري، تعمل بقى الايت. الايت هي عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز 2، احنا اتفقنا ان احنا نحفظها. ال 12 هي عبارة عن 3 تايمز 4، وال 4 عبارة عن 2 تايمز 2. اوكي يلا بقى، خد معايا ال جي سي اف، ادي واحدة جي سي اف، ادي واحدة جي سي اف، 2 تايمز 2 4 اهي. ايه اللي اتبقى عندك من ال 8؟ ال 2. ايه اللي اتبقى عندك من ال 12؟ ال 3. يبقى انت عندك كذا طريقة ممكن تحلها. طب نمبر 3 حاجة مهمة، نقط is a multiple of any number، مادام هو ملتبل يبقى الزيرو.
طب كمان حاجة مهم، the common factor for all number طبعا هو ال 1، اخدينهم من grade 5 ال multiple 0 ال factor ال 1. The opposite Venn diagram represent prime factorization of two numbers then GCF، الحاجة الكومون، الحاجة الكومون اللي هي مين؟ ال 3. تعالوا بقى نعمل دي بره علشان المكان. يبقى هنبدأ بقى نعمل letters K بتاعنا ده كاف باللغة العربية، ونبدأ بقى نكتب عليه ال 2253 الديفايدند بتاعتي، ونكتب الديفايزرز ونعمل التيبل بتاع الديفايزر 1 تايمز 53 و 2 تايمز 53 وهكذا. طب يلا بقى نبدأ التكنيك أو خطوات المسألة. أول حاجة هناخد عندي 2 ديفايدد 53 قليلة جدا، أنا باخد رقم من الديفايدند وأبحث عنه في التيبل بتاعي اللي أنا عملته. 22 قليل جدا، يبقى هضطر ان انا اخد ال 3 ديجيتس 225. تمام، تعال ابحث معايا كده هتلاقيه فين. هتلاقي 225 واقع هنا 225. هتاخد مين بقى؟ هو واقع ما بين ال 4 وال 5، دايما تاخد القليل، يبقى هناخد ال 4 اكتبه هنا. 4 تايمز 55 ب 53 يديني 212، فبكتب 212 واعمل ماينس 5 ماينس 2 يكوال 3، 2 ماينس 1 يكوال 1، 2 ماينس 2 يكوال 0. طب تمام، بعد كده بعمل برينج داون للي عليه الدور اللي هو 3133، موجودة؟ لا مش موجودة، أمال أعمل إيه؟ أدور هي واقعة فين؟ هي واقعة هنا lies between 106 and 159. اوكي اخد 2 ولا 3؟ اخد 2. 2 تايمز 53 ايكوال 106، اعمل ماينس 3 ماينس 6 ات كانت بي بيكوم 13 بيكوم 2، 13 ماينس 6 ايكوال 7، 2 ماينس 0 ايكوال 2. يبقى ده عندي مين؟ الريميندر. يبقى ده الريميندر وده مين؟ الكوشنت. فهكتب ان ال 42، هكتب ان ال 42 والريميندر عندي 27. 6 بقى بتقول ايه؟ 5 and 2 over 3 minus 2 and 4. احلها ازاي؟ دايما ابدأ بايه؟ قلنا نبدأ بالفراكشن. ال 3 وال 4 ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجة قبل ما اجيب ال LCM. ال 4 2 times 2 وال 3 3 times 1 يبقى ما عنديش GCF ما بينهم، يبقى ال LCM بتاعي هو ال 12. هاجي كده اكتب هنا 12 وهاجي هنا اكتب هنا 12. ال 3 دي بقيت 12 عبارة عن ان انا عملت لها تايمز مع 4، اطلع فوق اعمل تايمز مع 4، 4 تايمز 2 ايكوال 8. ال 4 دي بقيت 12 عملت لها تايمز مع 3، اطلع فوق اعمل تايمز مع 3. كده انت تقدر تشتغل. ابدأ دايما بالفراكشن، ادي 12 من تحت، 8 ماينس 3 ايكوال 5، 5 ماينس 2 ايكوال 3. الاجابة كده خلصت. يلا بقى نكمل معانا question number 7. 2 plus 5 دي الـ distribution property، خاصية الـ distribution أو التوزيع. 7 times 2 equal 14، 7 times 5 equal 35. أوكي؟ والـ common factor قلنا 1. تعالوا نروح للديجيت تاني. Which of the following are relatively prime number؟ قلنا relatively prime number إن الـ G C F ما بينهم equal 1. طب هما مين؟ تعال أقول ال 4 وال 6 ما بينهم كومن، ال 8 وال 15 هم دول اللي ما بينهمش كومن. طب تعال نعمل لهم فاكتورايز. ال 8 هي عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2، ال 15 بقى هي عباره عن 3 تايمز 5. هل في كومن ما بينهم؟ لا. فلو جيت رسمتهم هترسم هنا ال 8 وهترسم هنا ال 15 اللي هي 3 و 5، وال 8 اللي هي 2 و 2 و 2. هل في كومن هنا؟ لا، فهسمي ده ان ال جي سي اف بتاعهم بوان، واسمهم ايه؟ relatively prime numbers، relatively prime numbers. تمام تمام. نمبر 2 the LCM of 6 and 10. تعال نجيب ادي 6 equal 2 times 3، 6 equal 2 times 3، 10 equal ايه؟ 2 times 5، ادي 2 وادي 5. هاخد ايه؟ واحدة 2، ده الجي سي اف، واكمل الباقي 5 تايمز 2 10 تايمز 3 30. يبقى الاجابه عندي ايه؟ 30. اجيب الاكسبريشن ازاي؟ ان انا اعمل فاكتورايز دول واخد الجي سي اف واخد الباقي في براكتس. يا
يلا بينا. التويني هي عبارة عن 2 تايمز 10، والتن هي عبارة عن 2 تايمز 5. الفورتي هي عبارة عن التويني بس تايمز 2، يبقى هي عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز 5 و2 تانية. الجي سي اف ادي واحدة 2 وادي واحدة 2 وادي واحدة 5، يبقى الجي سي اف عندي عبارة عن 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 5 20. ايه هكتب الاكسبريشن ازاي؟ ادي 20 الجي سي اف وافتح براكتس وما بينه بلس، وهنا هاخد الباقي. الباقي من 20 مش موجود، لا ما تكتبش زيرو، ودي مهمة جدا جدا. الباقي من 21 ليه؟ انا بحفظ مكان ان انا كان عندي نمبرز بس انا اخدت كل الجي سي اف اللي فيه. الباقي من 42 يبقى الاجابة عندي 20 وبراكتس و2 بلس 1 اللي هي الاجابة نمبر بي، يبقى الاجابة عندي هي نمبر ايه؟ نمبر بي. تمام؟ مهمة جدا. ليه؟ انتوا بتنسوا بقى انه كنتوا تعملوا مكان الحاجة اللي انا خدتها 1 فتختاروا ايه؟ 0 بلس 2. لا، انا الحاجة اللي خدت كل النمبرز الفاكتورايز اللي جواها بكتب مكانها ايه؟ 1 في الاكسبريشن. المسألة نمبر 4 او الكويشن نمبر 4 6 و 3، مش محتاج ان انا اجيب ال سي ام. ليه؟ ال 3 ممكن اوصلها لل 6، عبارة عن 3 تايمز 2 وهنا تايمز 2، ممكن اكتبها بس علشان ما تلخبطش، و 2 تايمز 2 4 و 2 تايمز 3 6. ايه ده؟ المسألة اتلخبطت اكتر. ليه؟ 1 ماينس 4 it can't be، ما اقدرش اخد من ال 1 4. امال اعمل ايه؟ عندك كذا حل، منهم انك انت تحول الميكسد نمبر لامبروبر. ازاي؟ امشي كده تايمز، امشي كده بلس. اوكي يلا بينا. 6 تايمز 1 6 بلس 1 7، 7 اوفر 6 ماينس 4 اوفر 6، اخد واحده 6 من تحت، 7 ماينس 4 ايكوال 3، 3 اوفر 6 مش هتلقاها. ايوه صح مش هلقاها. ليه؟ علشان هي ممكن تعمل لها سمبرست. هنا divided by 3 divided by 3 3 divided 3 1 6 divided 3 equal 2، يبقى الإجابة عندي equal half. أوكي نيجي للسؤال بقى number 5 اللي بيقول the opposite Venn diagram represent prime factorization of two numbers in GCF of then equal كام. طب احنا متفقين ان الجي سي اف هي الكومون بارتس دي، هل فيها حد؟ لا، ما تكتبش زيرو. امال ايه؟ لا، احنا اتفقنا ان ما بين كل النمبرز في جي سي اف اسمه ال1، في جي سي اف اسمه ايه؟ ال1، بس مش بيتكتب. تمام، تعال ناخد نمبر 6. قلنا من غير ما اعمل البرايم نمبر ولا اي حاجه، ولا اعمل ال سي ام ولا جي سي اف، تعال اقول لك ال 45 دي هي عبارة عن 9 تايمز كام؟ 9 تايمز 5. طب ال 27 هي عبارة عن 9 تايمز 3. انت اخدت ال 9 من ال 27، اخدت ال 9 من 20 من 45، ايه اللي اتبقى عندك في 45؟ ال 5. ايه اللي اتبقى عندك من ال 23 من 27؟ ال 3، يبقى الإجابة عندي 5 بلس 3. 1 over 4 plus 1 over 5، عندك طريقتين، يا إما الفراشة يا ال سي ام. تعالى نعملها بالفراشة لأن دي سهلة. 4 times 5 20، 5 times 1 5، 4 times 1 4، وهنا بلس طبعا. 5 plus 4 equal 9، 9 over 20. يبقى question number 4 بقى answer the following question. بيقول a merchant bid 5287 LE to buy 17 boxes of apple find the price of each box. يعني هنا مديني التوتال برايس او السعر اللي هيدفعه المارشنت، وبيقول لي هو هيشتري 17 بوكس، اوجد البرايس لكل ايه؟ لكل بوكس. يبقى دي مساله ايه؟ مساله ديفيجن. انا كتبتها هنا بسرعه بس علشان ما ناخدش وقت في الفيديو. هتكتب الديفايدنت، هتكتب الديفايزر، هتكتب التابل بتاع مين؟ بتاع الديفايزر. يلا بينا نبدأ. همسك أول حاجة النمبر 5، هل موجود عندي في التابل؟ نو. همسك ال 52، موجود زيها أو قريب منها؟ ال 52 موجودة اهي. أخد مين؟ أخد ال 3 الأقل منها، 3 times 17 51 minus 2 minus 1 1، اعمل برينج داون لل8، بيجي الاجابه عندي ايه؟ 18. ال18 موجوده؟ موجود قريب منها،
اللي هي 17، اخد ال 1 1 تايمز 17 17، اعمل ماينس اتبقى عندي 1، اعمل برينج داون ل 17. 17 موجوده؟ اه موجوده، اللي هو مين؟ ال 1. 1 تايمز 17 17، واعمل ماينس والريميندر عندك كام؟ ايكوال 0. يبقى الكوشنت اللي انت بتدور عليه 311. نمبر 2، فايند ال ال سي ام اند جي سي اف ل 2 نمبر 24 30. انا عايزه الجي سي اف والال سي ام، جي سي اف والال سي ام، والفين دايجرام لل 24 وال 30 اهو نقلناهم. بس هنكتب هنا بقى ال 24 دي هي عباره عن 4 تايمز 6. واحد هيقول لي 8 تايمز 3، تمام كلهم صح. 4 2 تايمز 2 6 عباره عن 3 تايمز 2. هاجي اكتب هنا 24 equal 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3. هاجي كمان اعمل ال 30، 5 تايمز 6 ال 6 equal 3 تايمز 2. يبقى ال 30 عندي equal، ادي 5 بعيده وادي تايمز 2 وادي تايمز 3. هو عايز الفين دايجرام، ارسمها يلا. ادي واحده للسيرتي وعندي كومون، واحده لمين؟ للسيرت، واحده ل 24 وواحده للسيرتي. ايه الكومون اللي عندي؟ الكومون اللي عندي هو مين؟ ال 2. ادي هنا عندي 2 وكمان عندي هنا 3، يبقى ده جي سي اف اللي هيتحط هنا، ادي 3 وادي 2، وده مين؟ ده جي سي اف greatest common factor. اخد الباقي بقى، مين متبقي من ال 30؟ ال 5 اكتبه عند ال 30. اللي متبقي عند ال 24 ال 22. طب الجي سي اف عباره عن 3 تايمز 2 اللي هو ايكوال 6. كمان انا عايزه ال ال سي ام، ال ال سي ام هو عباره عن 3 تايمز 2 تايمز 5 تايمز 2 تايمز 2 كل النمبرز، يبقى 3 تايمز 2 تايمز 5 تايمز 2 تايمز 2، 2 تايمز 3 6، 5 times 2 10، 10 times 6 60، 60 times 2 120. يبقى ال LCM equal 120. وانا كده اكون حليت المسألة. Number 3، if Khalid has 28 pieces of apples and 35 pieces of banana, what is the greatest؟ اول ما اشوف كلمة greatest يبقى هو عايز ال GCF وعايز ال expression greatest number of bags he can prepare with no piece left over، من غير ولا اي قطعة تتبقى معاه. write expression، اكتب الاكسبريشن which presents the total number of fruit. تمام انا عندي 28 من الابل، كمان عندي 35 من البنانة، عايز الاكسبريشن. الاكسبريشن هيساوي الجي سي اف وافتح brackets وبلس واكتب المتبقي. طب تعالوا نعمله، ادي 28 هي عبارة عن 4 times 7، ال 4 عندي 2 times 2، كمان عندي 35 هي عبارة عن 7 times 5. تمام ال GCF ما بينهم هو مين؟ ال 7. يبقى هكتبه هنا، ايه اللي اتبقى من ال 28؟ 2 times 2 4. ايه اللي اتبقى من ال 65؟ 5. انا كده كتبت، يبقى 28 plus 35 equal 7، the number of bags ده عدد الشنط اللي هو هيعملها. كل bags هتحتوي على 4 من ايه؟ من ال piece of apple، وكمان هتحتوي على 5 piece من البنانا. ده الاكسبريشن اللي هو عايزه. اخر questions عندي، question number 4. فاطمه found the packages of banana، بنوته زيكم جميله اسمها فاطمه، لقيت باكج من البنانا. She opened four packages. هي فتحت four packages. Each package contained eight. And used some to make some banana pudding. عملت banana pudding زي الـ chocolate أو الدنات. يبقى هي أخذت فتحت four packages. كل package لقيت فيها eight من البنانا. استخدمتهم في عمل البنانا pudding. This is what remained of banana، ده اللي اتبقى من الباكج. if you were to regroup، لو هي عملت لهم regroup يعني اعادة توزيعهم،
ذا بنانا انتو فول باكج. فول باكج عملت عندي فول باكج. هاو ميني فول باكج كود بي ميد فروم ذا ريميننج بانانز؟ طب ده اللي كان عندها متبقي. لو هي عايزه ترجعهم تاني تعمل فول باكج، يعني شنطه كامله او باج كامله. هتعمل ايه؟ الباج الكامله دي 1، الباج الكامله دي ايه؟ 1. طب تعالوا كده نحاول نخليهم 1. احاول اخليهم 1 ازاي؟ 8 اوفر 8، يعني 8 اوفر 8 دي باكج كامله، 8 اوفر 8 دي باكج ايه؟ فول باكج. طب ما هو 6 بلس 2 8، يبقى 8 اوفر 8 5 بلس 3 8، يبقى هي هتعمل كام باكج؟ 2 فول باكج. اللي متبقي عندها لما تحطه على بعضه هيديها 2 فول باكج. نمبر بي، هاو ماتش انتير اوف فول باكج ديد فاطمه اكشوالي يوز؟ هي استعملت كام؟ هي استعملت 4، هي استعملت 4 اوفر 8، فتحت 4 اوفر 8، يبقى هي اخذت كام؟ اخذت هاف. 4 ديفايدد 4 1، 4 8 ديفايدد 4 ايكوال 2. وبكده جريد 6 نكون خلصنا مع بعض ليسون يونت ريفيجن يونت 1. استنونا ان شاء الله في اليونت نمبر 2 الراشونال نمبرز. باي باي، مع السلامه.